بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الخميس الموافق 16/9/2021 تم وصول الرسالة العاشرة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصبح ما تم إيصاله إلى مديرية أوقاف المنوفية حتى الآن 36 طن. وصلت إلى مديرية أوقاف أسوان الدفعة السابعة بحمولة 4 طن، يصبح جملة ما وصل إلى أسوان 28 طن. اليوم الخميس الموافق 16/9/2021 تم بحمد الله وصول الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي، ليكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف بورسعيد 10,000 كيلو من لحوم صكوك الأضاحي. اليوم الخميس 16/9 وصلت الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي لوزارة الأوقاف، ليكون إجمالي ما وصل محافظة الإسماعيلية 20 طن سابقة و2 طن اليوم، يكون الإجمالي 22 طن. تستقبل مديرية أوقاف الأقصر الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، وبذلك تكون مديرية أوقاف الأقصر قد استقبلت ما يقرب من 28 طن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.